نرجع للمصور نفسه. إذا بنتكلم بمنطق أنه أفا وعلوم رجال وكذا، لأنه كاتب هو على المقطع المصور أفا. طيب بمجالس الرجال الواحد يسولف ويسمع للرجال ويترك عنه اللي ما له دخل فيه، ولا إيش رأيكم؟ حسبي الله ونعم الوكيل على السوشيال ميديا. لا حول ولا قوة إلا بالله. شخصاً وقع في أزمة أخلاقية، حس بعبء أنه لازم الحين أعمل قرار أنا مع ولا ضد. المهم كوثر الأربش قريبة الرجل أعادت نشر الفيديو وعلقت أنه خلوق ونعم الرجل، وهو من رغب في مرافقة أولاده، وأيضا لا يعيب الرجل اهتمامه بفلذات كبده ولا يقلل من رجولته بل يعززها. وأخيرا المقطع عائلي ونشره بهذه الطريقة فيه اختراق للخصوصية وتصرف غير أخلاقي وغير مسؤول. صعدتها صعدتها. هل صارت بعض المناسبات سواء العائلية أو غيرها توجب الانتباه حتى من الأقارب في المجالس العائلية؟ والله تخاف من الأطفال لأن الحين هم اللي يصورون ويمشون ولا يدرون. هو مجرد ما يطلع الفيديو على السوشيال ميديا صعب انك انت تعرف هل هو اللي نشره حابب انه ينتشر ولا هو نشره بجروب العائله واحد هربه وبعدين احد نزله. صعب جدا، خاص هو طلع من اليد، هو طلع من اليد، احنا نتعامل معاه على انه شيء ماده تتناقل، فالكيد الكل راح يتناقله. يستاهل كل هالضجه؟ هي طبعا، ايش بك رجال في مجلس رجال قاعد تسوي رضاعه. الحل في المجالس العائليه خلوا الجوالات برا. إذا شفت واحد رافع الجوال هذا يطلع، هذا اللي هيجيب لكم العيد ترى، اللي رافع الجوال انتبهوا منه.